إذا تحدثنا إليكم تحت هذا العنوان الإنسان، فلا يتسع للحديث عن الإنسان محاضرة أو عشرات من المحاضرات، لا بل الدهر كله يتكلم الإنسان عن معنى الإنسان ولا يستوفي موضوع الإنسان حقه. إذا باعدت جميع المعارف أيا ما كان لونها التعريف عن الإنسان ورباطه بكل معرفة، ما كان ذلك معرفة بل كان فيه البعد، كل البعد عن المعرفة. الإنسان الذي جعله الله محلا لوصلته وتعليمه ومخاطبته وإلهامه وتكليفه والقيام عنه بأمانته مستخلفا عن معناه، عظيم القدر جليل الشأن الإنسان بما أوضع الله فيه كشف عن الأرض وهو جزء منها وأحاط بها علما، علما بسطحها وكيف تناسق وكيف رسم وكيف خلق، وعلما بباطنها وما استوضع الله فيه من خيرات لخدمة الإنسان، وعلما بأجوائها وما رتبت عليه في خدمة الإنسان. الإنسان الذي جعل الله الكون كله مسخرا لخدمته ورعايته، سأتحدث إليكم عن الإنسان حديثا قد يبدو غريبا على مسامعكم، وهو في الواقع ليس بغريب، وإذا قدمنا لهذا بفذلكة بسيطة عن تاريخ الإنسان في معارفه وكيف أنه ظل ملايين السنين أو آلافها على الأقل لا يعرف أن الحياة موجودة إلا على أرضه، ويعرف معرفة خاطئة ولكنه يستريح إليها لأنها له منظورة، أن الأرض له بسطت وأن الشمس حولها تدور، وما كان يعرف أن ظاهرة دوران الشمس حول أرضه إنما هي أثر من دوران أرضه حول نفسها، وما كان يعرف أن الأرض تدور حول الشمس. فإذا ما تقدمت به المعرفة والعلم قدر أن الأرض ثابتة، أن الشمس ثابتة
وأن كواكبها هي التي تدور حولها. والآن بعد مرحلة أخرى من المعرفة، أدرك وقدر الأرض، قدر الشمس أيضا لها دورة حول أكبر منها، من وجود آخر أو من شمس أكبر. الإنسان الذي بنى معارفه القديمة على المنطق وعلى الاستنتاج وعلى سبحات العقل وعلى ثمار الفكر، ثم دخل في مرحلة أخرى وهو يبني معارفه على المشاهدة وعلى كشف قوانين الطبيعة وعلى إدراكه لما يصنع بيده وما ينظر بعينيه وما يسمع بأذنيه وما يلمس بفكره. هذا الإنسان الصغير الكبير في الوقت نفسه، أو هذا الإنسان ما بين الصغير والكبير من معناه، الإنسان الوسط، الإنسان تحت الطبيعة، الطبيعة أمه وأبوه ومصدره ورعيه، والإنسان فوق الطبيعة يتجرد من ذاته ومشاهداته في المادة إلى انطلاقاته وسبوحاته بروحه في عوالم الروح. هذا الإنسان سواء كان تحت الطبيعة أو كان الطبيعة نفسها أو كان ما فوق الطبيعة، ما زال وصفه واسمه ومعناه وصفته الإنسان. لا أريد أن أدخل بكم إلى عبارات الأديان الإصطلاحية، ولكني أريد أن أنطلق وإياكم ونتحرر فكريا، فنتأمل في أنفسنا وفي معنانا بمعنى الإنسان، ولا أتجاوز حاضرنا لأكشف منه ماضينا وأفتح باب الرجاء لمستقبلنا. وقد أشير إلى بعض عبارات الدين لا على أنها مصدرا لما أقول، ولكنها مصداقا لما أقول، لأن كتاب الله توراة كان أو إنجيلا أو قرآنا، ما عبر فيما عبر به وما أراد فيما أريد به من وصوله إلى أيدينا ووضعه بين جوانحنا حبا واعتقادا أو تحت نظرنا فهما وإدراكا، ما جاءت هذه الكتب إلا لتقدم الكتاب الأعظم وهو النفس البشرية، النفس الإنسانية، ذات الإنسان هو كتاب الله، وهو كل شيء له في الله، وهو كل الوجود له في نفسه،